بسم الله، اهلا بكم يا شباب. انا النهارده في معرض انترسكت السعوديه عشان انا اقول لكم كل الاحداث والشركات اللي موجوده واللي بتشارك في معرض انترسكت. لو انت ما قدرتش تروح المعرض، انا ان شاء الله هنقول لك معلومات عن كل الشركات الموجوده في المعرض بالتفصيل. ان شاء الله هتلاقوها في فيديوز مختلفه موجوده على القناه. اتشرف بيكم واهلا بيكم في معرض انترسكت السعوديه. شكرا.